السلام عليكم حبايبي، وان شاء الله تكونوا بيان. ايماجيني تضرب 5 سنين في الالمان، 5 سنين في اوروبا، من 2013 حتى 2018 وانت عايش في اوروبا، من بعد تلقى روحك في الالجيري. يعني الالجيري بلادنا، كبرنا فيها وزدنا فيها وتعلمنا فيها بزاف صوالح، بصح سي امبوسيبل باش تنجم تتادابتا وتنجم تتقبل الواقع باللي سي بون حياتك في اوروبا، سي بون كملت، غادي ترجع للبلاد. باش تعرفوا واش صرالي كي درت رجعت من المانيا لالجيري، تبع الفيديو حتى لتالي خويا العزيز، واللي ما تفرجش لي فيديوهات الاخرين خوتي يتفرجهم، راني حاطهم في لاشين تاعي. مرحبا بكم خوتي. بعد ما دخلت المانيا وعشت مده تاع 4 سنين ونص، جا الوقت اللي خرج لي الطرد والكيت من المانيا، هربت الى باريس. من بعد من باريس رجعت الى هولندا، وفي هولندا كتب لي الكاتب باش نعاود نروح لالمانيا ونشوف ولدي بعد 3 سنين ونص، وانا نحوس نشوف ولدي. نهار اللي شفت ولدي كما حكيت لكم في الفيديو تاع البارح، طيحوني لابوليس، داروا لي اكسبيرسي من هولندا حتى المانيا. هذيك الليله بدت في السيليونا، غدو من داك بريزونطاوني عند الجيجه. الجيجه قالت لي هواري راك ريشيرشي وسي اوبليجي عليك ترحيل من المانيا. بغيت نعيط للمحامي تاعي، ما كاش كيفاش نعيط للمحامي تاعي، ما خليونيش نعيط للمحامي تاعي. قالك سي بون سي تروطار باش تعيط للمحامي، صاي سي بون. قالك لو كان المحامي دار لك الطعن في القضيه، قالك صاي طبق عليك الطرد. اما لا، من عند الجيجه داوني للحبس، الحبس باش نقعد موندا داري، وما على باليش لا سموها موندا داري ولا حاجه اخرى. المهم نقعدو شاديني في الحبس، شدوني لمده تاع 3 شهور. في هذيك 3 شهور ما خلوني نخدم، ما خلوني ندير والو، خلوني قاعد في سيلوتي. ما صرالي باروار، ما جات عندي موت ولدي شافتني، ما جبت لي الياس ولدي يشوفني، ما جبت لي والو. كان على بالها بلي غادي يطردوني، غادي يركبوني في الطياره ويبعثوني للبلاد. خوزي العزاز، ماشي سهله، ماشي سهله، ماشي سهله، صعيبه بزاف انك تتادابتا في اوروبا وتوالف الريجيم تاع اوروبا. في اي بلاد في اوروبا، اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، طليان، سويسرا، بريطانيا، السويد، اي بلاد في اوروبا تكون فيها ومتادابتي وتانتيغريت واللي تستهدر هذيك اللغه واللي تعايش في المجتمع هذاك الاوروبي. وانا درت في امبوسيبل، قلت في راسي باش يهودوني للبلاد وما عنديش باسبور. امبوسيبل واحد يرجعوا لبلاده وما عنده جواز سفر. انا واحد من الناس ما كانش عندي باسبور، ما كانش عندي نكوه خضراء، ما كان عندي والو. انا قلت امبوسيبل يردوني، انا قلت غادي يخلوني هنا في الحبس، امبوسيبل يجيبوا لي ريسيبيسي من عند الكونسول يبعثيني للبلاد. بصح هكا، وجا النهار التالي كيبقات لي 48 ساعه باش يديروا لي الطرد والتسفير من المانيا الى الجزائر. عطاهم الكونسيل الريسيبيسي، يعني القنصليه الجزائريه في المانيا في مدينه فرانكفورت هي اللي عطاتهم تسريح بدخول ارض الوطن لي انا، ورجعوني للجزائر. كيفاش صراو هاد الاجراءات؟ كي بقات 48 ساعه بعثوا لي بريه باللي من غد الصباح عندك الفول ترجع للجزائر. قالت لي هذاك النهار تحلت عليا الكارديانه، داتني عند الطبيب، طبيب تما في الحبس، باش يفوت عليا باش نجم نطلع الطياره ولا لا. يعني بقات لي الحاجه التاليه اللي تسلكني ان الطبيب يكاشي لهم مرقاب لي هذا راه في كامل قواه العقليه والصحيه باش يطلع للطياره. داتني عند الطبيب، انا في صحتي كومبلي الحمد لله، يعني معافى. في بروبليم واحد، انا مريض مكلاويه. انا كنت حاسب الطبيب كيعرف بلي انا مريض مكلاويه يقول لهم ما طلعوش للطياره، ما ترجعوش للجزائر. داتني عند الطبيب، الطبيب فوت عليا قال لي اش عندك مشكل؟ قلت له عندي نيغاشتاين بالالمانيه، يعني عندي حجر في الكلاوي. دار لي ليكوغرافي من هنا طاق، قال لك بلي نتايا سي بون غادي تبع هاد التريسمون تاعك وما كاش مشكل، سي اوبليجي عليك ترجع لبلادك. وسني لهم الورقه، قبضتني الكارديانه، رجعتني سيلونسي. قلت لها نعيط للمحامي، قالت لي ما كاش كيفاش. قلت لها نعيط للمتولي، قالت لي صح نعطيك شونس، روندي لك ان بتي سيرفيس انك تعيط لموت ولدك، بالك تجي عندك تشوفك اليوم ولا، باسكو عندك نهار تالي في المانيا. ما قديتش نتقبلها اخوتي، قضبني ستريس، قضبني البوسفير، ما قديتش نتقبلها بلي سي بون صاي، وداعا المانيا، وداعا الذكريات اللي فوتهم في المانيا، وداعا ولدي، وداعا بزاف صوالح. يعني سي بون الفيلم كمل والكتبه طلعت، صاي الالمان باي باي. امبوسيبل درتها في راسي، قعدت نسقسي غير في صحابي تما كيفاش، قالوا لك صاي لفات فيهم، قالوا لك غادي ترجع للبلاد، غادي ترجع للبلاد. 3 شهور هما شاديني خوتي في هذاك الحبس، شاديني حتى جا نهار غدوه من داك على 5 تاع الصباح، من نوم للنوم، 5 اور دي ماتان،
من النوم للنوم طبطبوا عليا سيلونا، حلوا الباب، قالوا لي نوض كيما راك يديك فوق راسك، خرجت مشى مشاريير، لصقوني مع الحيط بلاصه ولي لي مينوت في يديا في كراهيه، ركبوني في الاوطو. قبل ما يركبوني في الاوطو حلوا لي بريه فيها 50 اورو. ايماجيني نتايا بعد 5 سنين غربه يرجعوك للجزائر ب 50 اورو. القش قشي ما هوتهاش اي حاجه، ما هوتهاش ابارك واعطي ولا ديان تاع ولدي وعطى على المحكمة 50 اورو في الجيب. ايماجيني نتايا كنت تدور. هذه نصيحة اخوتي، انا قصة تاعي كومبلي نصيحة باش تتعلموا منها اخوتي. ايماجيني نتايا كنت في اوروبا، كنت تسرق، كنت تدير مشاكل، كنت تحوس، كنت تزهق، كنت تطيح وتنوض تتجرجر تنخبن، ابخي ترجع الى نقطة صفر بسبت شكون؟ بسبتك، بسبتي انا. فهمتني يا خويا؟ يعني نصيحة مني ليكم خوتي، تمشوا في الطريق نيشان، يعني ما يغركش الشيطان ولا تقول لازم ندير دراهم ولازم ندير ولازم نبني ولازم نشري. ماشي سهلة كثر كي تكون في بلد قانون خويا. انا هذه نصيحتي وانتم ما بغيتوا تقبلوها تبارك الله، ما بغيتوش تقبلوها، كل واحد الله يسهل عليه، حر في نفسه اللي بغى يديرها يديرها. انا المهم كي غادي نرجع الجزائر ما غاديش نموت، الجزائر بلادي ترفدني. قال لك الحم كيخزن يرفدهم كيخسر كيخنز حاشاكم يرفدوهم ليه. انا ما غاديش ننظر، بس غادي نهبل، غادي نتيقر، ما نجمش نتادابتا في مجتمع ماني ماشي مانيش موالف به، ما غاديش يفهمني، خاطش لو كان المجتمع تاعني يفهمني يقول لك نورمال يعني ماشي مشكله، غادي نوقفوا معاك صاحبي وغادي منا وغادي منا وغادي تعاود تريكيبيري وتعاود تطلع اللور. المجتمع يزيد يحطمك في الجزائر خوتي. بعد ما ركبوني في اللوطو فورغون فورس فاغن جري فيها واحد الماني صوب واحد دهداه، انا داري لي مرول ولاف دير لي واحد الباكيت هكا صغيره كرتون صغير فيه شويه صوالح كانوا عندي في الحبس، مو ديني ب 50 اورو للبلاد، ما قديتش نتقبلها. ديني المطار فرانكفورت ساي سي بون، يا ما تكتوال اخويا في المانيا ساي نساها الالمان خويا. وما نجمتش نتقبل باللي راني رايح للمطار باسكو جامي ركب طياره، لا بريمير فوا نركب طياره، دايني للمطار وغادي كوغير يرسلوني من الالمان الوهران، من الالمان الجي، وانا جامي راس الجي. وصلنا للمطار، كي وصلنا للمطار هذوك اللي كانوا جايبيني خدمتهم يرفدوني من الحبس يوصلوني للمطار. بصح في المطار كاين بوليسيه واحد اخرين، كاين بوليتزاي واحد اخرين، كاين ديوانه، دخلوني لسيلونا. وصلنا 8 ونص تاع الصباح، دخلوني وحده سيلونا بلعوا ليا وحدي، كي بلعوا ليا وحدي فتشوني، قلت لهم فتشوني في الحبس كي جاو مخرجين لي ثاني باغي تزيدوا تفتشوني، قال لك واه فتشوني فلاوني ابخي بلعوا ليا وراحوا. كي بلعوا ليا وراحوا قعدت نقارع من 8 9 10 11 12 الوحده الزوج ثلاثه الربعه الخمسه، الخمسه ونص عاودوا دخلوا عليا ثاني زادوا فتشوني، بعد خرجوني ركبوني في لوطو دايني للطياره. وصلنا للتيران تاع الطياره، الطياره مقاريه، زادوا جابوا ثلاثه ولا اربعه لي فورغونات فيهم تاوعنا، تاوعنا بداو يطلعوا فيهم بالواحد، واحد زوج ثلاثه يطلعوا فيهم في الدرج تاع الطياره، ما دارولناش ممر سعاده، دارولنا الدرج. كي جات فيا انا جا البيس تاع لي فواياجير كارا، لي فواياجير شكون؟ الجاليه الجزائريه المقيمه في المانيا اللي عندهم قواعد. درت عند البوليسي اللي كان حدايا كان راكب معايا، قلت له اسمعني، قلت له ايش فين ديال فازاغن، قلت له ايش كومنيش غاوس، قلت له انا ما غاديش نخرج من هذا اللوطو ونطلع في الطياره. قال لي كيفاش مصباح راك جونتي دروك ما تطلعش في الطياره، قلت له باسكو، قال لي غادي تطلع بالسيف عليك، قلت له لا نطلع ماشي بروبليم، قلت له كاينه حاجه زعما مانيش باغي ناس تقعد كاميري فيا ومنا ومنا، قلت لها نحس روحي سي با بيان، قلت لها قول البيس هذا يروح يدور يكبر الدوره واحده اخرى بلا ما انا طلعت ولا بغاو لي فواجير يطلعوا يطلعوا باسكو قعدت انا تالي. هضر في الطاكي واكي مع شوفير مع بوليسي اللي كان برا، قال له البيس روحوا دوروه دوره واحده اخرى، قال له باسكو ما بغاش يخرج قدامهم. حشمت ما نجمتش نخرج قدامهم، مسلسليني تحسبني قاتل الارواح، مسلسليني من كرعيه من يديا، انا قطع بحور باش واصل هذا البلاد، داير اللي ما ينديرش باش نقعد في هذا البلاد،
فاهم دار لي ما يندش باش نعيش مع ولدي باش نقعد مع ولدي داني المينيس يطلعوني مكتف على انا على انا نكت الناس اللي داير بومبا شنو داير انا في الالمان على انا كنت مع كنت مع على بانيش مش عارف بغي يقول فمي دروك انا شاني داير انا على راكم هوديني مسلسل مكتف من كراهيه ومدي البيس راح دار كي راح دار البيس جو مطلعيني واحد من واحد من قابديني غايه قابديني غايه منه ومن مكتف من كرعيه بالخيط الابيض ومن يديه مينوتي طلعيني الدرج تاع الطياره عند الباب تاع الطياره شكون كان كانوا لابوليس سبيسيال شاف ميسيون معاهم جايين من البلاد باعتينهم مع الخطوط الجويه الجزائريه جاب قارعوا لي عند الباب كانوا قارعوا عند الباب طلعوني جبدوا لي زالمون الكيتر مقصوا لي هذاك الخيط اللي كان في كرعيه حلوا لي لي مينوس من يديه تشاو تشاو نزلوا هذوك تاع الجزائر قبضوني هو كان على بالهم كيسموني كلشي قال لي هو لي مرحبا بك سلم عليا واحد ودخلوا لي الطياره قلت له شوف غادي نقول له زوج كلام قلت له انا الحاجه الاولى جامي ركب الطياره حاجه الزوجه ما ديرونيش في وسطكم قلت له نركب حدا الثقه رحت ركبت حدا الثقه واحد قاعد حدايا واحد قاعد من مورايا وغادي نحط لكم لا فوتو واحد داير لي يديه هنايا في الكرسي داير هكا واحد مجمع حدايا اللي هي مع التليفون وانا مجمع وحدي عند الثقه ابخي طلعت جمعت عطاني بريه فيها 50 اورو فيها التليفون تاعي فيها البورتموني تاعي والباجاج تاعي بيان سور راه في الطياره بداو يطلعوا تاو على الاخرين بداو يديروا فنش واحد يقول لهم انا فلسطيني واحد يقول لهم انا مغربي واحد يقول لهم انا يهودي مساكين يشوفوا واحد يضربوا فيه واحد مكتفينه واحد داري له ماسك في وجهه واحد يضرب في راسه مع الحيط مع الكرسي اللي قدامه يضرب في راسه مع الكرسي اللي مراول فشتا في الكرسي كاين دي فيدي هذا كيتفرجوا فيه يضرب هاك في راسه الدم المعايره ابخي كي كالماو الدعوه كالماو اللعب جاو لي زونتيس دو لير قبيليات خدامين في الاراجيري حلوا لي زار لي فواياجا كانوا راكبين قدامنا وحنا كنا في التالي قلعت الطياره كي خلعت الطياره انا قلت شوف انا قلت ربي يكتب لي كيما هكا ربي يكتب لي نجي لهاد البلاد وقطعت 5 بلدان وقطعت بحر وجيت وعشت فيها وحوزت وزهيت ونغبنت وتجرجرت لا فراني نقول لي الوالدية بصحتي الدنيا وما فيها قلت معليش والي تقبل الواقع هذا هو الواقع ما راهمش مهودينك في صندوق ما راكش راجع لبلادك وفيك السيدة الله يحفظ ويستر ما راكش راجع لبلادك وفيك الكونسير ما راكش راجع لبلادك وفيك المرض اللي ما يبراش قلت معليش هادي ولا حاجة أخرى خاطش أنا قبل ما يهودوني كي كنت في الحبس جات عندي السوسيال قالت لي شوف انت طبق عليك قانون الطرد عندك حق باش تدير اقامه في المانيا لكن لازمك ترجع لبلادك وتدخل لالمان بطريقه شرعيه باش تحصل على الاقامه في المانيا تمام عليك غير ترجع لبلادك تتقبل الواقع وتكونتاكتي الكونسولا الالمانيه في الجزائر هما يعطوك فيزا سياحيه ولا فيزا زياره باش تجي تشوف ولدك باسكو عندك الحق باش تجي المان ولدك الماني لكن المده لازم تبقى 5 سنين في الجزائر 5 سنوات في الجزائر من بعدها عندك الحق باش تجي المانيا بطريقه شرعيه درت هذيك الهضره في راسي وانا نمشي مع في الطياره كيما هكا طليت هكا بالتيخة كي طارت الطياره قعدت نشوف في الالمان من فوق يا خوتي قعدت نقول ان شاء الله يا ربي هذه الطياره تطرطق ونموت هنا شابة الألمان من الفوق ماشي كيما تكون فيها تحت شابة بصح كي تطلع الفوق وتطلع ليها ما تأمنش عقلك جنة فوق الأرض والله لا جنة فوق الأرض يعني نقول لك تبريزيت زعفت تما اللي قديروا في لسانكم خوتي بلي 5 سنين غربة الدمعة ما طاحت ليش وين طاحت لي الدمعة نهار اللي جيت خارج من هذيك البلاد في الطيارة طاحت لي الدمعة أما لا بكيت بكية تاع فرحة ما قلت الحمد لله راني رايح عند والدي يا معليش جبت هذاك التليفون تصورت تصويره التصويره اللي تصورتها انا تحكي معاك يعني هذيك التصويره تحكي لك بزاف صوالح كي غادي نحطها لكم غادي تشوفوها غادي هذيك التصويره تفسر لك بزاف صوالح يعني ضحكة كوفري والقلب يسوفري قلعنا على 6 العشية من فرانكفورت على 28 وصلنا لألجي
كي حطتنا الطياره هودو لي فواياجور هما الاولى اللي شاهدوا كشاف ميسيون ليكيب اللي كانت معاه قعدوا واقفين علينا. بعد خرجونا كي خرجونا ديريكت ديريكت من الطياره للكوميساريه، جينا خارجين في هذاك ممر السعاده ويضرب لي الصهد تاع افريقيا، صفرة لاجيري من فوق، صفرة صفرة صفرة. طيارة فايتة، طيارة خرجت من ألمانيا فتنا فوق سويسرا فتنا فوق إيطاليا. كي جينا فوق البحر بديت نشوف البحر، من بعد بديت نشوف الصفورية. كي حبست لنا طيارة في لاجيري ويضربني الصهداني نقول لك تاع المطار هذيك تاع الميديتي. خوتي الجالية الجزائرية اللي عايشين في أوروبا غادي يقول لك واه كاينة منها، شميت ريحة بيزار. الهواء اللي تريسبيري في الالمان واللي تريسبيري في الجيري سي با باغي، ماشي كيف كيف خوتي والله العظيم. الهواء اللي تريسبيري في المانيا والهواء اللي تريسبيري في الجزائر ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف. كل بلاد عندها المناخ تاعها، كل بلاد كي شوف الجيري بلادنا نبغوها، لكن الموقع تاع بلادنا وكل شيء والمود في تاع بلادنا وكل شيء يردك كبير، يردك مغموم، يردك مغبون، يطيح لك المورال، يطيح لك الصحة، يكمل عليك. في الأوروب الناس كاي يقعدوا صغار، يقعدوا شابين، يقعدوا يقولوا بون فيفون، يا هما كبار يا هما يبانوا صغار. أنا نقول لك كي ضربني هذاك الصاد نتمشى في المطار داينا الكوميسارية تاع المطار، دخلونا المطار. كي دخلونا المطار بداو مع هذوك الجماعة اللي كانوا قبلي، هودو معايا واحد وهراني الاخرين كاع ماشي وهرنا، وهراني مسكين 16 عام 16 عام ولا 14 عام في الالمان مسكين، وماه ماتت بوه مات خواته تاع تزوجوا الورث تقاسموه ما عنده وين يروح مسكين. دخلوهم لنا من بعد كي جات في الرول تاعي تم على 11 12 تاع الليل جا في الرول تاعي، خاطر كي دخلوك يطولوا لك يقعدوا يبصموا فيك، يحوسوا لي عندك مشاكل في الجزائر، يحوسوا لي عندك حبس في الجزائر، يحوسوا لي عندك لارمي في الجزائر، يحوسوا لي فيك دين، يحوسوا لك على مشاكلكم فاهم. انا واحد من الناس الحمد لله قايل صراحه الله يرحمه عطاني الاعفاء، ما خدمتش لارمي عطاني الاعفاء، مشاكل ما عنديش، جامي دخلت سنترال في البلاد. بصموني منا الشرطه العلميه هذه وداروا لي تحقيق انترفيو. شو كنت تدير في المانيا؟ قلت لهم كنت نسرق. كيش كنت عايش؟ قلت لهم عندي ودي الماني بلا 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 بلا. دخلت الحبس اون فوا دو فوا منا هادي 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 هادي، حكيت لهم كاع بلي ديطاي كيما نتوما حكيت لكم احبابي الزينين. وجاوا السفر قلت انا جامي يصنع جوا السفر، قالوا لي واه باسكو الكونسيل اللي عطاهم لي سي بي سي باش يدخلوك باينه بلي كنت داير مشاكل بزاف في المانيا. قلت لهم ما كنت داير والو، قلت لهم كنت نسرق انا حوايج، كنت نسرق ريحه يعني صوالح تافهين يعني ماشي سرقه كبيره. هي سي فري تنتعد سرقه وتنتعد قضايا اجراميه في المانيا باسكو عندهم قانون صارم، بصح يعني ما مش حاجه كبيره يعني كي يقبضوك بالمخدرات ولا في المانيا ما يديرولك والو يطلقوك. هذاك الاوفيسي منا قاعد يتحكى معايا، بعد شاف عندي تليفون، قلت له عندي تليفون تاعي بغا، كنت جايب معايا سامسونج اتش زيكس اتش بغا يديه لي. قلت له هذا تليفون مسروق سرقته في باريس وديته معايا لهولندا وقبضوني به في هولندا، وديته معايا لالمان وقبضوني به وما داوه ليش، علاش بغا يدي لي تليفوني خويا؟ قلت له ما نشوفكش راه موديني ب 50 اورو تزيد تدي لي تليفوني، والله العظيم انا بغا يدي لي تليفوني حق والله العظيم اللي زيد في كلامه زيد دابا. قال لي شوف ما غاديش نخليك تخرج حتى يبعثوا لك ورقه تثبت هويتك من وهران. تواصلت مع وهران بعثوا لي، تواصلت مع خويا بعث لي فاكس شهاده ميلاد تاعي، كي بعثها لي سنياو لي من طاك طاك طاك، قالوا لي غادي ندير لك بروسي بلي خرجت من البلاد بطريقه غير شرعيه يعني هجره غير شرعيه. خرجت طلقوني من الكوميساريه على هذيك الزوج ثلاثه تاع الصباح، خرجت في المطار وقعدت نشوف، وقعدت نشوف في الناس، نشوف هذاك اللي طابلو، قعدت نقول لا رباني مود فيجا واحد اخر كي غادي دروك انايا نكمل فيها وكي غادي نعيش وكي غادي وكي غادي، ما على باليش بلي الدنيا راهي دازت لي بزاف صوالح، انا حاسب بلي ربي صاي تما كمل عليا بلي صاي وليت الى نقطه صفر وسي بون حياتي تحطمت. انا فاهمها كيما هكا، انا ما على باليش بلي ربي راه داس لي مفاجات واحد اخرين وغادي تعرفوهم في لي فيديوهات القادمين. يا خوتي قلت نصرف هذيك ال 50 اورو، تلاقيت تما كرسيه سمساره في المطار يصرفوا الاورو، ماشي كيما اوروبا كاين لي بيرو تاع الشالنج وكل شيء تاع الشونج تاع الاورو والدولار. صرفت عند هذوك الكرسيه
من بعد قلت انا دروك لازمني ندير قهوه نقعد راسي نكمي قارو دخان، راني مستريسي الزعاف راه فيا، استغفر الله يا ربي. رحت ريكيبيري الباكاج، رحت ريكيبيري هذيك الباكيت صغيره اللي جبتها معايا فيها شويه خرده، هذا مكان بعد 5 سنين بعتيني بشويه خرده، هذا مكان ساك تواليت تاعي سربيته. السلام عليكم. كي رحت ريكيبيري الباكاج لقيت هذاك الوهراني اللي قلت لكم عنده 14 عام ولا 16 عام في الالمان وردوه مسكين للبلاد، ما تزوج ما جاب والو. قلت له انت معليش او ماما ما عندك والو. قلت لهم يا ناس صحاب الطياره اللي كانوا معايا كاع، قلت لهم يا ناس انا عندي ولدي، وقعدت نزقي وقلت لهم عندي ولدي انا وراه مهودي لي للبلاد. قال لك الله يفرج عليك والله يلاقيك مع ولدك وهذه وهذه وان شاء الله تعاود تطلع لالمانيا. المهم خوتي العزاز كي رحت ليكيبي الباجاج هذاك الوهراني نسيت اسمه عطاني ساكودو مسكين، درت فيه صوالحي قلعت هما الكارطون، حشمت حشمت خارج من المطار ورفت كارطون صاحبي، حشمت تحرك في بوطي مريسكي بعمرك مريسكي بحياتك. شنو نقول لك كونسبت لارت تنتحل ندخل فيها. درت صوالحي في الكرطاب قلت نروح نشرب قهوة، رانا عند واحد تما كافيتيريا في المطار قلت له اعطيني قهوة خويا. وهاود ماشي كيما راني دروك خوتي، يعني لا لونغ ميم لا فاصون تاع الهضرة تاعي ما كانتش كيما هكا، تاع باين بلي الانسان راه جاي من بلاد واحده اخرى، جاي من بلاد واحده اخرى كان مع شقه واحد اخر، يعني العربيه ماشي بدات تروح لي. رحت صغير وتعلمت لغه وماكش نقعد مع العرب بزاف وهادي وهادي. طاني قهوه قلت له شحال نعطيك؟ قال لي 3500 دينار. قلت له خويا شحال 3500 دينار؟ قال لي 35000. قلت له شاول اخويا 35000؟ قلت له قهوه في الجيري دير 35000؟ حبكم بلي خلعني خلعني خلعني. قلت له انا كي رحت في بوطي قهوه كدير 2000 واش ما 35000؟ قال لي واه دير 35000. نشعني راني نقول لك قلت انا وين راهم جايبيني انا قهوه 35000؟ كي باغي نعيش معاها كي باغي نعيش انا؟ انا كي كنت في البلاد كنت ندخل 70 في النهار نخدم، شو لك يا 35000؟ دي القهوه هذيك ما كملتهاش بلينا، خليتها له تما شط ونهز زوج هكا وحطيتها له تما. تنرفيت شويه كنت غادي ندبز معاه، قلت له اخويا راني جاي من الالمان، قلت له قهوه كيما دير برا تنباع 1.50 في المطار 1.50. قال لي لا قهوه برا دير 5000 انا نبيعوها 35000. هذه قلت له اخويا هذا كاع ماشي قانون هذا. تنرفيت وجيت خارج عند الباب تاع المطار. انا دروك ما كثرت لي والو في الترانات، وقت نركب في الترانات وندي بلاصي بلي تخان، انا جامي ركبت تران في لاجيري. رحت قلت لهم دوني الخروبه، لقيت تما لي كلونديستان قارين عند المطار، قلت لهم دوني الخروبه. واحد قال لي نديك 100000. قلت له علاش هاك 100000؟ 5 اورو ديني خروبه. كي داني قالوا لي خروبه هذه تلقى فيها لاكار تاع ترانات. شريت بيه تاع تران 170000 170000 ورايح الوهران. انا جمعت تران كان خاوي، تران غير قلع من الجي شويه، يحبس في الدواوير يحبس في القريات يحبس في الدائرات يحبس كل شيء. بداو يطلعوا ناس، كل واحد يطلع يعني كل وحده تطلع دي فامي، ناس متزوجين الصغار الكبار. يعني نقول لك التران ماشي راني نهضر في بلادي ولا زعما صراحه راحه غدوه تروحوا ترانات التران اللي كبت لها فرين خلعت بيبان معاك تحسب رانا في الهند، تحسب راني رايح لمومباي، التران محلول بيبان محلولين، تواقي مغمومين، ما كان يكليماتيزرني والو، الحمان يقطع. كنت هاود من الالمان بسيرفات البرد، كان البرد يقطع الحمان. يا واحد دي كاسكروت وجايبه 6 سوايع وراه مول اي كاسكروت اي كاسكروت، واحد يبيع في الماء، واحد يبيع في الكوكا، واحد يجي عندك يعطيك شوكولاته يقول لك خلصني. نفرين خلعت كنت نقول الله جيري راه كيما هكا، شو هذا؟ اي ما امنتش خوتي ما امنتش، شفت واحد البلايص جامي شفتهم، تحسب ما راكش تحسب والله ما راك في لاجيري، خاطر تبغي تقدم لوطو من الجي تهود الوهران تروح في لوطور وتشق غرب ما غادي تشوف والو، بصح راك باغي تشوف العجب المعجب ركب في التران اللي يروح من الجي الوهران تشوف واحد البلايص بيزار صفورية خلا ما كان والو. راني نقول لك عاد تنقول رباني وي كونت تما عادك ديكوفريت بلي كنت سافري في العالم الاول، كنت في بلاد متقدمة بزاف ديجا غير الالمان فايتة فرنسا ب 50 عام تقدم، الالمان دويتشلاند فايتة فرانكرايش فرنسا ب 50 عام تقدم، يعني كي تكون في فرنسا سي فري شابه وكل شيء، بصح كي تروح لالمان تحس بلي راك في اوروبا وتحس بلي راك في بلاد متقدمه بزاف. على بالك كي جيت رايح ونديكوفري في هذوك البلدان الدواوي نخلعت، عاد قلت معليش هذه بلادنا هذا هو الواقع سي بون تقبلها. قعدت نقول واري هذا التران
وهاد الناس اللي راهم هنا ما يعرفوكش كيما انتوما ما تعرفونيش، غير احكي لهم جيب الوقت وصايب هنا موسع الوهران. طلعت في الكرسي، كانوا مريحين الناس في هذاك الفاقو كاع، طلعت في الكرسي جمعت وبديت نهضر ونبرح. تما بداو العلوقة يتخلطوا، قبضتني هذيك الماس، ضربتني هذيك الماس، قلعت فيستا تاعي، قلعت بتريكو ديمي مونش، كنت هاود بتريكو تروا بوند، سلسلتي من نام حسن اديداس تروا بوند منا، جمعت وقعدت نحكي لهم خوتي انا من الوهران هواري متشرفين هذي، كنت عايش في المانيا، وبديت نحكي لهم، حكيت لهم كاع قصة تاعي كيما كيفكم انتوما. اما راه قعدوا كاع يصفقوا عليا ويهضروا معايا منا يديروا لي في الكوراج، ما كنت مقنوط، طلعوا لي المورال شويه. وصلت الوهران، خرجت من لاكار تاع الترانات في بلاطو، رايح ابي من بلاطو مدينه جديده، دخلت ساطاطوان. كي دخلت لحومتي لقيت الناس راح لهم، لقيت الحواش هذوكم بالعين داير لهم البربان تواقي خاوين، راح لهم الناس كاع جوارين وكلشي راح لهم، عطاوهم سكنات اجتماعيه، خرجوا من الحومه، الحومه تبدلت، المود في تاع الحومه تبدل. يعني انا كابر في كارتي بوبيلار، رحلوا الناس وكلشي، طلعت للدار. وانايا غادي نقول لكم نقطه ومعلومه كيما نقولوا، يعني بلا انا نورمال ما نحشمش، في هذه 5 سنين تاع غربه ما كانش حمام، انا هنا موالفين صحاب وهران نروحوا للحمام كيسو، كانش حمام. طلعت للدار من الدار قلت لهم وجدوا لي قاشين نروح للحمام، رحت للحمام. كي دخلت الحمام حاشاكم وحاش قدركم، الكياس لي كياس في الحمام، هنا في وهران عندنا كياس، كاين كياس تاع عند كياس تاع نساء وكاين كياس تاع رجال، تقول لها كياس لي من ظهري. قلت لها شوف عمي، قلت لها كياس لي، قلت لها شاولا ما تنخلعش، قلت لها اني في 5 سنين، قلت لها دخلها غير تدوير، قلت لها ما كيش. انا برايي بغيت نكيس وبغيت نحمم، شتا صحاب الاوروب كاع كيودوا البلاد يبغوا الحمام وكل شيء، قلت نحمم منها. قلت لها كيس لي، قلت لها ما تنخلعش، قلت لها عندي 5 سنين ما كيش، كيس لي. حممت منها ريحت، قلت لخويا جيب لي عبايه نلبسها، 5 سنين في اوروبا ما لبسش عبايه، توحشت عبايه. هنا في وهران كل جمعه نلبسوا عبايه، لبست العبايه وليت الحومه، بديت نوقف شويه مع صحابي حبات اللي بقاو، خاطر صحابي قراهم في اوروبا، صحابي دروا قراهم في مارسي، راهم في باريس، راهم في المانيا، راهم في اسبانيا. قلت معليش نلبس عبايه نريح في الحومه، خارج من الحمام وميم طون نشوف صحابي، وهذه هي انا فوتها وفاتت، وخدمت 5 سنين غربه والحمد لله رجعت بصحتي، ما رجعتش ضاربيني في الوجه بخدمي، ما رجعت مخسر مع ناس، ما رجعت نطرطق ناس، رجعت بصحتي، ديا كاينين، كرئيه كاينين، وانا ولد السوق، ونعاود نبدا نخدم ونطيح ونوض وهادي وهادي. جمعت في الحومه مع الشاشره، يا خويا تبدات الهضره الدور، او شفته شكون، او هو اللي جا، او جابوه بعبايه وراه يدور بعبايه، راه يدور بكلاكيت، بدات الهضره توصلني. ثم هادو المقربين، انا البراني انا ما غادي يقولوا عليا والو، تما كوراني عايش مع ناس ما يعرفونيش، ما يقولوا لي والو، ما يعرفوني ما نعرفهم، بصح هاد ولاد حوما راهم يهضروا، يقول لك واحد جابوه بعب وجابوه بكلاكات، واحد يقول لك جابوه بعبايه، واحد يقول لك هود، وحده ما هودوش. انتوما كنتو في بلاصتي، انتوما كنتو معايا، انتوما عشتو معايا غربتي، انا عندي صحابي ولاد حومتي باينين عاشوا معايا غربتي ويعرفونا كي كنا عايشين، كنا عايشين في رحبه كل شيء. انت يا من حومه ما خرجت، انت يا الله ارجي ما تعرف لهاش، انت مستغاني ما تعرفهاش، لا تروح من الوهران البحر تعاود تولي تهضر فيا، انت حياتك كومبلي راك عايشه غير في تلفزيون تاع اوروبا، تشوفها في تلفزيون تهضر عليا انايا، انا او ما فوتها وفاتت، تهضر عليا جابوني بعبايه، راني لابس عبايه، راني لابس كلاكيت. تما نتوما تحطموا البنادم، تما نتوما غادي تكملوا عليا كنكمل فيها معاكم، ها كيما هاكا يا صحه. قعدت يومين 3 ايام، نهار الرابع وين خوتي؟ عند جداتي وجدي الله يرحمهم، انا عندي جداتي وجدي عايشين في البيض، وتحياتنا لناس الصحراء وناس البيض و 50 ولايه. رفدت صوالحي البيض، تعيط يا خويا، جبدتها بالعباس، بالعباس سعيده سعيده بوك طب البيض. ايماجيني نتايا عايش في فرانكفورت، عايش في دورتموند، عايش في باريس، في امستردام، تروح للبيض، ما تخلعنيش انا الصحراء، انا ما يخلعنيش الفقر، انا ما يخلعنيش لا ميزير، انا نرقد في الارض نورمال. المهم لونتوراج اللي يكون فيه يكون لونتوراج بيان، يكون لونتوراج
انسبكتي البنادم ما يحقراش بالعين، ما يطيحش من قيمته، الراجل يديروا له قدره. بصح كي حسيت باللي ما كانش قدر هنايا، باللي هنايا هذا الناس طلعوا عليا اي طلعوا عليا متواقي يا خويا، عند كي هو بليزا يبلعوا البيرسيان، عند كي هو لي جون، عند كي جرى لابس. انتوما تبغوا اليهود بالماتريال، تبغوا اللي يجيب لكم يجيب لكم المازاراتي لامبورغيني، اش بغيتوني نجيب انا؟ ما فهمتونيش، بغيتوني نجيب سي ال اس ولا جاسكي مقاري مره وكاوازاكي؟ اش بغيتوني باش تجوا عندي حاشاكم حاجه قدركم تزفولي؟ ها اش بغيتوني نعيط لكم نعطيكم لي كادو، نعطيكم طرف صابون قابسه قهوه؟ اش بغيتوني؟ انتوما تبغوش واحد انتوما قال لي لا، قال لي لك حطموه تعفسوا عليه. قلت والله ماني قاعدها معاهم، جبتها ديرت عن جدي وجداتي الله يرحمهم، طلبوا لهم الرحمه. المهم رحت عند جدي وجداتي ومنا بيض خلا كان والو، قط ما كانش وارا بالك شويه. كي رحت لبيض يا خويا الحمى 40 48 شوالا الحاجه اللي عجبتني لونتوراج ما يعرفنيش، فاهم؟ لونتوراج كيشوف البراني كبر به، لونتوراج تاع ما يحقركش بالعين، كي تقول لها كنت في اوروبا يحترمك، تقول لها انا عايش في اوروبا ما نعرفش هذه الحاجه وكيفاش من هنا يعلمك، شي واحد يحطمك فهمني، خاطر حنا عندنا يعني تحيه ناس وهران وكل شيء، شاو هنا عندنا شويه شعب في وهران يعس، عندنا شويه شعب في وهران يحطمك، عندنا شعب شويه في وهران يحسدك، شي قاعد يبغوا لك الخير، حاشا ولا حاشا رجال زينين، حاشا بنات فاميليا، حاشا رجال اللي يعرفونا ولاد وهران لي زوم، ماشي هادو تاع هنا اللي طلعوا كبروا وكل شيء، لا. المهم حس هذيك لابيريود في البيض قعدت واحد دو موا تروا موا، ابري 5 ايام وانا في البيض ولا السيمانه قصت التصويره في الفيسبوك ستوري، كي دايره التصويره قصت التصويره تاع كي كانوا جايبيني في الطياره، الناس اللي يعرفوني اش داروا فيا هضره، قال لك واري خدمك وعطاه وعاود طلع لالمان. تما درت هاك ما طلقتوني، بس عبايه ما طلقتوني، قصت صويره ما طلقتوني، تما نتوما اللي جبتوني، تما نتوما اللي قتلتوني بالعين عليها هوتوني من لالمان، انا نصح خدمي فيكم هاو، تما نتوما عينكم قاطعه الزوم ديريكت، قصت صويره من لالمان من لاهولود من باريس طب عطاوني حتى اللي جبتوني مكتف مسلسل، تما نتوما دروك انا في البيض ما طلقتونيش، راني في الصحراء طلعت لهم تصويره، ركب في طياره قال لك عاود طلع خدمك وعطاه، عاود طلع خدمك وعطاه، ونزيدهم تصويره في الصحراء مكان والو مع نخلة باش ترتبوا، لابس عبايه بيضاء ودير كاسكيطه، وضحكت لهم وقلت لهم هنا فوتناها وفاتت، واللي بغى يعيش سافر انت لست شجره، ماشي ما تخرج من حومتك وتقول لي انايا نعرف وانا نعرف انا ود البلاد، الراجل واللي زوم يروح يشوف الناس ويتجرجر ويطيح وينوض ويكون قادر على شقاه. انا ما طلعت 20 دورو من لالجيري، هنا ما طلعناش لاوروبا وقعدنا نقول لهم بعتونا ماما وبعتونا بابا باسكو هنا والدينا قليلين، هنا والدينا ماشي هما طلعونا لاوروبا، سي بون هذه النقطه. حاجه زاوجه كملت هذيك لابيريود 3 موا ولا، بديت نتزعزع، بديت نهبل، بديت نخفاف، باسكو كنت انسان مبلي في اوروبا، لو فات لي كنت انسان مبلي في اوروبا، هذوك الصوالح اللي كنت مبلي بيهم ماشي كما كيفهم غادي نلقى في لالجيري، وراكم فاهميني اش راني نهضر، لقيت حاجه خلاف في لالجيري ما ولات تدير لي والو، كونترير زادت هبلتني زادت ردتني مخلخل، وليت ما نرقدش، زدت نقص في صحتي، زدت تقضبني ستريس، كي هوت البلاد موت الياس كتعيط لي بلاكا موت فوت لي الياس، ونحط لكم دي كابتور تاع لاكام كي كنت نهضر مع الياس صحاب تيك توك، صحاب اليوتيوب اللي راه باغي تيك توك تاعي راني ندير فيها لي لايف وكل شيء، تيك توك تاعي راني نخلي لكم اللين في صندوق الوصف، سموه هو ري فلوغ. بديت نتزعزع وكل شيء باسكو اللي كنت نكميها في الالمان وفي لا هولند ما لقيت كيفها في الجزائر صاحبي، لقيت تلعاود اخرى بدات ديموراليزيني كاع، انا وليت نقنط، وليت نخرج ندور وحدي، وليت نقعد وحدي، ما كانش هذاك الخاص 50 اورو اللي طاوها لي كملت لي في يومين ولا 3 ايام، هذاك المليون يعني الحباب هكا كانوا يتهلاو فيا، انا نهضر صح، الحباب كانوا يتهلاو فيا، والدين صحابي اللي عايشين في اوروبا كانوا يتهلاو فيا، والدين صحابي اللي في البلاد كانوا يتهلاو فيا، شي بانيه مسكينه ساعه تعطيني 50 ساعه 100 منا، خويا ثاني كذا ومثله، اختي صغيره
راني نقول لك هكا تجي عندي تقول لي ويلي كش ما تشري كفاهم، وليت صاي، وليت كيما هذاك المهبول، وليت كيما هذاك المتوحد الله يشافي كاع المرضى مساكين، ها قاعد في قنت ما وليتش نخرج، قبضتني ديبرسيون، ما على باليش بلي الدنيا راهي دست لي صوالح واحد اخرين وربي غادي يرزقني بصوالح واحد اخرين، ما على باليش بلي غادي نعاود نخرج من لارجيري، ما على باليش بلي غادي نعاود نتزوج نخلعت خوتي صاي. حكيت لكم المرحله الصعبه اللي فت عليها، من بعد غادي تزهالي الدنيا. الفيديو الجاي تاع غدوة ان شاء الله غادي نزيد نحكي لكم شا صرالي وكي درت باش خممت نعاود نحرق ونعاود نخرج من الجزائر، والصدمه الكبيره وكاين مفاجاه واحده اخرى اخوتي. ربي يخليكم وميرسي بوكو. الفيديو تاع البارح جاب تفاعل كبير، بارطاجيتوه مع احبابكم واللي كانوا يتفرجوا كاع ديروا لي جام، ميرسي بوكو عليكم خوتي. والفيديو طلع وفرحتوني، وكاع اللي حوس على انستغرام تاعي، انستغرام تاعي هو ري فلوك، تيك توك تاعي هو ري فلوك. مرحبا بكم ناس الزينين، وميرسي بوكو على المشتركين في هذه القناه وكاع حبابي والجاليه الجزائريه والحراقه وصحاب البلاد 58 ولايه من الصغير للكبير، من الشيره الصغيره حتى للكبيره، كاع الامهات اللي راهم يتبعوني، كاع العزبات، كاع الهجالات، كاع الاباء، كاع الشاشره، الله يسهلكم في اموركم، ان شاء الله ما يصرالكمش كيما صرالي، ان شاء الله ما يهودوكمش اسبيرسي حراقه عليكم في اوروبا، ان شاء الله تتعلموا من هذه القصه، ما ديروا مشاكل، ما تجيبوا غريان من وحده المانيه ولا وحده قاوريه ما عندهاش عقل، وما تحوسوش غير على الكواعد، حوسوا شي يجي مور الكواعد على العشره. خوتي الزينين تحياتنا لكم وربي يخليكم وميرسي بوكو. وما لقيت ما نقول لكم، والله ما لقيت ما نقول لكم، ما لقيت ما نقول لكم. عجبني التفاعل تاعكم بزاف 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 بزاف، كثر البارح كي شفت عندنا 40 ألف مشترك وعقوبه ل 100 ألف مشترك وعقوبه المليون.